عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. قدموا ثاني عيد مبارك لجميع المسلمين الجزائريين، نقول لكم عيدكم مبارك، دعوا انتم بخير. قدمت تحياتي تما العيد الأضحى المبارك الناس، يعني ناس قسنطينة والعرب كامل والناس اللي نحبهم، وإن شاء الله الناس اللي عندهم كاش مشكل إن شاء الله ربي يفرج عليهم في هذا العيد المبارك، وصحابي وجميع واحد نحبه ونعرفه. سعيد العمو شرف الساكوندور سعيد. بات عيد الأضحى نتقدم بأحر التهاني وللأمة المسلمة. قدم تحياتي للعيد إن شاء الله الشعب الجزائري، إن شاء الله الأمة الإسلامية، إن شاء الله أجمعين، وربي يهنينا ويفرح جميع المؤمنين إن شاء الله. مناسبة سعيدة، أنا أقدم بأحر التهاني عيد الأضحى المبارك إلى كل الأمة المسلمة وكل الأمة الجزائرية. بهذه المناسبة السعيدة أتقدم بتهاني الخالصة لكل الأمة العربية والإسلامية، وكل من أمي وأبي وإخوتي وأخواتي والزوجة وابني وكل من يعرفني وكل أصدقائي، وأتقدم بتهاني الخالصة بعيد الأضحى المبارك إلى كل عمال الشروق وعلى رأسهم المدير العام. عيد سعيد وعمر مديد. كل عام وانتم بخير إن شاء الله، كل أمة الإسلامية إن شاء الله، وبصحة عيد الشروق اللي راهي زارتنا هنا في قسنطينة، ومرحبا بكم. هنية لأمي أبي الناس قسنطينة أصحابي رضا الهاني مسلمين ناس فلسطين. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.